في 15 من سبتمبر من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي للديمقراطية، حيث يأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار تسليط الضوء على الديمقراطية في إطار كوفيد-19، نظراً لما نتج عن أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة من تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار في سبتمبر من عام 2007 باعتبار يوم 15 من سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision making and accountability for the response to the pandemic. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. حيث يتيح اليوم الدولي فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم والتذكير بأنها مرتبطة بالناس، فهي تبنى على الشمول والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة، فهي بالتالي لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. فالديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثل الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساواة ندى الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضا. فالديمقراطية الحقيقية تسير من اتجاهين، مبنية على الحوار الدائم بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية.